كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو الاجهاض المتكرر اللي بيحصل للستات كتير؟ اهلا وسهلا بيكم. اهلا وبالساده المشاهدين. الاجهاض المتكرر هو حدوث الاجهاض مرتين متعاقبتين متتاليتين، يعني مرتين ورا بعض، او ثلاث مرات متفرقه، او ثلاث مرات متفرقه. فده في الحاله دي بنسميها اجهاض متكرر، وبالتالي يجب ان احنا نبحث له عن سبب ونطلب بعض التحاليل وفحوصات وبالتالي نوصف العلاج المطلوب والمظبوط والدقيق له. تمام. ده تعريف الاجهاض المتكرر. الاسباب كتير، الاسباب متنوعه، لكن واحد من اهم الاسباب واللي بيخلي في بعض الاحيان العلاج يفشل والحاله كانها توصف بانها متعسرة أو مستعصية، الأمراض المناعية، حدوث خلل مناعي في الجسم. كون إن الجسم الجهاز المناعي بتاعه يتعرف على بعض المكونات الطبيعية اللي موجودة في جسمنا بشكل عادي وبشكل طبيعي، يتعرف عليها على أنها أجسام غريبة. أجسام غريبة في الجسم. بمجرد الجهاز المناعي ما يتعرف على هذه المكونات على انها اجسام غريبه، بالتالي بينتج ضدها اجسام مضاده، كانه عايز يحاربها. فبينتج ضدها اجسام مضاده. من هنا الحمل ما بيثبتش، من هنا بيحصل الاجهاض المتكرر. مش بس الاجهاض المتكرر هو الناتج الوحيد او النتيجه المترتبه على الخلل المناعي. امال في حاجه ثانيه؟ طبعا. زي ايه؟ زي مثلا حدوث نوع من انواع تسمم الحمل المبكر. يعني ايه المبكر؟ يعني حضرتك المفروض ان تسمم الحمل يعني المتعارف عليه المشهور ان هو بيحصل بعد الاسبوع ال 34 من الحمل. الحمل 40 اسبوع بالمناسبه، يعني الحمل بالمناسبه 40 اسبوع، كله 40 اسبوع، 280 يوم. فما بنشخص تسمم حمل يعني المتوقع ان بيحصل بعد 34 اسبوع. فاذا كان عندنا بعض حالات تسمم حمل بتحصل قبل 34 اسبوع، ففي الغالب بتكون ناتجه عن هذا الخلل المناعي، وهو هو نفس الخلل اللي ادى الى الاجهاض المتكرر في حالات اخرى. حدوث تسمم حمل مبكر. يعني مبكر يعني ايه؟ يعني قبل 34 اسبوع من عمر الحمل. طبعاً. كمان 34 اسبوع ده في الشهر الكام تحديدا؟ يعني الثامن. 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 بعض الحالات، بعض الحالات بيبقى الظاهر او الناتج بتاع الخلل المناعي حدوث نقص شديد في نمو الجنين، او قصور في وظائف المشيمه. قصور في وظائف المشيمه، فبالتالي التغذيه اللي هو طبعا احنا عارفين ان المشيمه هي المصدر الغذائي الاساسي للجنين. طبعا. فكون ان يحصل قصور شديد في المشيمه نتيجة هذه الخلل المناعي، الخلل المناعي بيحصل نقص نمو الجنين، ويبقى الجنين صغير قوي، ويبقى الجنين صغير، وما احناش مش لاقيين تفسير. يعني بمعنى ان لما الجنين بيتولد وبنفحصه ظاهريا بنلاقي ما فيش اي مشاكل خلقيه، حتى في اثناء الحمل بالسونار ما بيبانش في السونار، بالسونار كمان ما فيش اي خلل خالص، انما هو نقص نمو الجنين نتيجه ان خلل مناعي اتكونت اجسام مضاده، مش يعني اكتسبت اجسام مضاده لمكونات طبيعيه داخل الجسم أدت إلى تجلط في المشيمة. تجلط يؤدي إلى في بداية الحمل إجهاض متكرر، تسمم. في النصف الثاني من الحمل تسمم مبكر قبل 34 أسبوع، أو نقص شديد في نمو الجنين. كلها مظاهر لحاجة واحدة، خلل في المناعة. خلل في المناعة.